هسه هنا تكملة للجداول اللي موجودة. طبعا هذا الجدول به هواية من ال لهذا الملف الجداول به هواية من يمهن المعادات، فاللي شارحهم ما راح اشرحهم مرة الأخ، بس اللي ما شارحهم فقط هذا شرحته. هذا اني شرحتهن، هاي مواد البناء اللي موجودات، هذا اني كلهن شرحتهن، هاي هم شرحتها، هاي اللي هي مال المعدات كلهن هذا اني شرحتهن بالفيديو اللي قبله. معامل التباين هذا هم شرحته، هاي درجات الحرارة مال المدينة، ذني هاي مصالات العمليات مال الغرف، هاي نوع الملابس هاي ما استخدمناها صراحة بالحل، أنا ما شرحتها بس ما استخدمناها فما تستوجب شيء. هاي هيج، هاي مال غرف العمليات، الحد الأدنى لمستوى الترشيح، هاي مال هم غرف عمليات، هاي مال مباني غرف. هاي هنا النويز كريتيريا، هاي هنا يمكن أعتقد أتذكر أكو قانون من القوانين نحتاج بيه الأنسي، ففي حال احتاجية الأنسي ممكن يكون تستخرجها من هنا. مثلا مكاتب تقدر تكون تاخذ القيمه من هذا الرقم لهذا الرقم حسب اللي تحتاجه، هاي اسمها نويز كريتيريا ان سي. هاي بالنسبه للجداول اللي موجودات خلصا. هسه نجي عندنا الملف الاخ التكمله مال الجداول، هو اكو تقريبا اربع ملفات هيك شيء. انفلتريشن رولز اوف ثامب، هذا تاخذ من يمه الانفلتريشن القيم اللي موجودات، يعني هنا انت راح تجي تكون تحول الوحدات مالتهن وتقدر تكون تستخدمهن بالحل. في حال يعني انت ردتها وحداتها سي اف ام بير سكوير فوت. ملخص الكلام، اي وحده تجيك من يجي وحدات اكتبها بالجوجل، اكتب مثلا هسه ايش تريد انت تحويل وحده، بتكتب مثلا وات تو طن، فايش تكتب؟ تكتب وات تي او طن تي او ان اي، هاي انت اوتوماتيكيا يطلع لك في الموقع تقدر عن طريق تحول. هنا أنا عندك هذا جدول الاخ، هذا للفنتليشن، هذا تجي تكون تستخرج من خلاله ذني شنو، هاي راح تجي تستخدمهم بالبرنامج. عندك مثلا اوفيس مقدار السي اف ام مالتها اللي هو معدل تغير الهواء للحيز اللي موجود، مقداره مثلا 20، تجي تاخذ قيمه 20 او حسب القيم اللي موجودات، هاي انت راح تكون تحتاجهم بالحل كاشياء. باقي الاشياء ما اعتقد راح تكون انه انت تحتاجهن، ذني اشياء عامه وفقط الجدول الاول راح تكون تحتاجه. اكو عندك هاي مالت البيبل، البيبل طبعا شرحتها اللي هي انه انت تجي تاخذ فد مساحه معينه وتكون تضربها اما ب 0.25 على مود تطلع عدد الاشخاص، واما انه انت تكون تحولها هاي كوحده وتشوف، او اذا اخذت مثلا برايفت فتقول له مثلا 1 2 3 وحسب الغرف اللي انت تكون تجي تاخذهم من جوا. باقي الملف هي الغرف الاخرى في حال حسب اختيارك للغرفه اللي انت. بالنسبه لللايتنج هم نفس الشيء، عندك حسب تحول الوحده مالتها من هنا ممكن، او ممكن تستخدم القانون مالت المساحه اللي موجوده بعدد الاشخاص تضربها في الواطية اللي موجودة عندك، فهنا أنت تقدر تكون تعرف عدد الأضوية اللي راح تكون تجي تستخدمها على أساس الغرفة اللي تحتاجها. لهنا هسه هاي خلصت سالفة الجداول.